وللاطمئنان على أوضاع الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس المكتب الثقافي في واشنطن الدكتورة أسيل العوض. نرحب فيك دكتورة. في البداية لو تطلعين على الأوضاع بشكل عام، وما هي الإجراءات المتبعة من قبل المكتب للحفاظ على سلامة الطلبة؟ يا هلا ومرحبا فيك أخي العزيز، وشكرا على استضافتنا في قناة الراي. أحب أطمن أخواننا وأخواتنا المواطنين، الحمد لله أبنائنا الطلبة بألف خير وصحة وسلامة، وطبعا إحنا في حال تشكيل أي إعصار دائما يبدأ في البحر، يقوم المكتب الثقافي دائما بتشكيل لجنة للطوارئ، وتكون هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى في حقلة نهاية الأسبوع، نحدد مسار الإعصار ونتابعه عن كثب، ونحدد قوائم الطلبة اللي تقع مدنهم في مسار الإعصار. ولله الحمد أن الإعصار انحرف مساره إلى البحر، وفي أمس صدرت أوامر إخلاء في 3 مدن لدينا فيها طلبة، وتم إجلائهم إلى مدينة تامبا. العدد كان محدود وبسيط. الطلبة عندنا في ولاية فلوريدا عددهم كثير، حوالي 828، يتمركزون أغلبهم في مدينتي تامبا ومدينة ميامي، لكن لله الحمد هذه المدينتين لم يصلهم الإعصار، ويعتبرون مدن آمنة الآن حسب مسار الإعصار المتوقع، خصوصا انه لن يضرب اليابسه، فهو راح يكون فقط راح يمر ناحيه البحر، لكن احترازيا تم اجلاء عدد قليل من الطلبه الى مكان امن في تامبا. ولله الحمد احنا على تواصل دائم مع سعاده السفير في واشنطن وسعاده القنصل العام في نيويورك، نوجه لهم اطيب تحيه لحرصهم دائما على سلامة أبنائنا الطلبة، ويعني تدليلهم لكافة الصعاب اللي تواجهنا. نعم دكتورة، هل لكم تواصل مباشر أو دائم مع الطلبة الدارسين هناك؟ إي نعم، إحنا نتواصل مع الطلبة عن طريق، طبعا نوجه لهم رسائل مكتوبة عن طريق الإيميل فيها تعليمات لمواجهة العواصف والتعامل مع الحدث، وأيضا نباشر بإجراء اتصالات هاتفية يوميا، فالاتصالات لم تقف إلى الآن. وأحب أوجه رسالة أيضا عن طريق قناة الراي للطلبة أو أهاليهم، عندنا عدد قليل من الطلبة لم يحدثوا بياناتهم، البعض يغير رقم هاتفه ولا يخبر المكتب الثقافي، فنتمنى من أبنائنا الطلبة اللي يقوم تغيير رقم هاتفة، إذا تسمحوا لي أستغل هذا المنبر بأن أوجه لهم رسالة، نرجو من تحديث أرقام الهواتف بشكل مستمر في حال تغييرها، حتى نستطيع أن نتواصل مع الطلبة في حال حدوث طوارئ من هذا النوع. لكن الرسائل الإلكترونية تروح بشكل يومي ومتكرر أكثر من مرة باليوم، إرشادات مستمرة، أي تغيير يطرأ على مسار العاصفة على طول إحنا نباشر في نقلة لأبنائنا الطلبة. ولله الحمد مثل ما قلت قبل شوي أن العاصفة لم تضرب اليابسة لحد الآن، إحنا راح تكون في البحر، لكن كإجراء احترازي أجلينا بعض الطلبة وعددهم جدا قليل إلى منطقة تامبا، وهم في أيدي أمينة، معهم أحد الدبلوماسيين إن شاء الله من سفارتنا في واشنطن. نعم، رئيس المكتب الثقافي الكويتي في واشنطن الدكتورة أسيل العوضي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.